مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى متابعة إخبارية نلقي خلالها الضوء كالمعتاد على أهم القضايا العربية والدولية على أجندة الاهتمامات. القضية العربية اليوم هي إنشاء هيئة رئاسية تدير المرحلة الانتقالية في السودان، والقضية الدولية هي اتفاق تجاري حر دعت إليه الصين يضم 16 دولة. نبدأ بالملف العربي، حيث أعلن قادة تحالف إعلان الحرية والتغيير في السودان قبولهم بإنشاء هيئة رئاسية تدير المرحلة الانتقالية مكونة من 15 عضوا يتوزعون ما بين 7 مدنيين و7 عسكريين، مع تخصيص مقعد لشخصية محايدة وفقا لصيغة كان قد اقترحها رئيس وزراء إثيوبيا أيبي أحمد. قادة تحالف الحرية والتغيير اعتبروا أن موافقتهم على مقترح الوسيط الإثيوبي تعد بمثابة خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الثورة، وأنها ستضع السودان على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديمقراطية مستدامة. سيمثل 7 من أصل 8 مدنيين تحالف قوة إعلان الحرية والتغيير و7 عسكريين. وكان التحالف قد أعلن في بيان مؤخرا أنه تسلم الوثيقة من الوسيط الإثيوبي، وأشار إلى أنها تمثل مقترحا لوثيقة اتفاق إعلان مبادئ حول الترتيبات الانتقالية. وأكد التحالف أن وثيقة الوسيط تقوم على حصيلة مشاوراته معنا ومع المجلس العسكري. بعد قبول المعارضة المقترح الإثيوبي لحل الأزمة ودعوة المجلس الانتقالي الحاكم في السودان المحتجين إلى الحوار دون قيد أو شرط، وإقالة النائب العام السوداني على خلفية التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، كيف يبدو مستقبل الحوار وحل الأزمة في السودان؟ وإلى أين تسير المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة؟ وهل ستنجح الوساطة الإثيوبية في تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟ محاور نناقشها مع ضيوفنا في هذه التغطية. هذا هو الملف العربي. الملف العالمي هو إحراز قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان تقدما بشأن مشروع اتفاق للتبادل التجاري الحر الذي اقترحته بكين ويضم 16 دولة من آسيا والمحيط الهادي، آملين بإتمامه في أواخر عام 2019. وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان أوشا اليوم في مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة أن على آسيان العمل يدا بيد في المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتمكن من إتمامه هذا العام. والاتفاق المعروف باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة يشمل جميع الدول العشر في رابطة آسيان، إضافة إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. نعود مرة أخرى إلى الملف الأول الذي سنفتحه مع حضراتكم، وهو إعلان قادة تحالف إعلان الحرية والتغيير في السودان قبولهم بإنشاء هيئة رئاسية تدير المرحلة الانتقالية مكونة من 15 عضوا يتوزعون ما بين 7 مدنيين و7 عسكريين، مع تخصيص مقعد لشخصية محايدة. نتعرف على تفاصيل أكثر في هذا التقرير. وفقا لصيغة كان قد اقترحها رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أعلن قادة إعلان الحرية والتغيير في السودان قبولهم بإنشاء هيئة رئاسية تدير المرحلة الانتقالية مكونة من 15 عضوا يتوزعون ما بين 7 مدنيين و7 عسكريين، مع تخصيص مقعد لشخصية محايدة. قادة إعلان الحرية والتغيير اعتبروا أن موافقتهم على مقترح الوسيط الإثيوبي تعد خطوة نحو وضع السودان على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية والتي ستقود إلى ديمقراطية مستدامة. خلاف شديد كان قد اندلع منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية، لكن في مايو الماضي توصل الطرفان إلى اتفاق
مبدئي يقضي بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس تشريعي انتقالي لتحالف قوى الحرية والتغيير والسماح له بطرح مرشحين لمجلس وزراء يتألف من أعضاء يتم اختيارهم، إلا أن المجلس العسكري الانتقالي أصر بعد ذلك على ضرورة أن يكون المجلس التشريعي يمثل جميع أطياف الشعب ومن خلال انتخابات حرة. وقبل طرح مسودة الوسيط الإثيوبي، قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو إنهم لن يقبلوا بمنح قوى إعلان الحرية والتغيير نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي لفرض رأيهم على الشعب السوداني. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق في السودان. سيادة السفير، كيف تقيم هذه الخطوة والاتفاق الذي حدث بين الطرفين، المعارضة السودانية والمجلس العسكري بوساطة إثيوبية؟ يعني بقى أراها خطوة للأمام وشيء إيجابي أنه تم أخيرا اتفاق، ولكن هذه ليست نهاية الطريق وليست حل الأزمة. الأزمة ما زالت قائمة، هناك مجلس رئاسي منقسم بين المجلس العسكري والحرية والتغيير. لا، من الصعب جدا أنك تقودي البلد وتخرجي بها من هذه الأزمة في ظل هذا الانقسام. يعني احنا يعني حتى لا يحصل اي طرف على الأغلبية اختاروا حل وسط، هو ان يكون هناك طرف محايد يرضى به الطرفين ليكون هو المرجح. ولكن هذا يعني في تقديري يعني هو حل للأزمة ولكنه ليس حل للأزمة. أمامنا الكثير. لماذا تعتقد بذلك رغم أن هناك مساواة بين عدد الطرفين، عدد المجلس العسكري وعدد قوى الحرية والتغيير؟ هل ما زلت ترى أن هناك تباين في وجهات النظر رغم أن الممثلين للطرفين نفس العدد؟ يعني شوفي، هناك تقطب في المجتمع، هناك طرفين واقفين لبعض بالمرصاد، هناك تصرفات أنا بعتقد أنها يعني لا تبشر بخير، مثل إقالة النائب العام، وقبل كده توجهت قوة برفقة أحد وكلاء النيابة للقبض على صلاح كوش، ومنعتهم قوة الحراسة من تنفيذ الأمر. يعني ده يعني الاستقواء بالسلاح على القانون، وده يعني شيء لا يبشر بخير. ولا زال الطرفين، كل طرف بينظر نظرة ضيقة إلى مصالحه، وليست هناك نظرة تجاه مصلحة السودان واستقرار السودان. طيب، إذا اعتبرنا أن هذه خطوة أولية لتقريب وجهات النظر رغم أنك ترى أنها ليست بالفعالية المطلوبة، ما هو المطلوب من الطرفين حتى تنجح هذه التجربة؟ يعني ما هي التنازلات التي ينبغي أن يقدمها الطرفان في رأيك؟ يعني شوفي، أنا بعتقد أن على أعضاء المجلس الرئاسي أن يخلعوا الصفة التي دخلوا بها المجلس على أساس أن ده سبعة بنمثل المجلس العسكري وسبعة بنمثل الحرية والتغيير. يجب أن ينظر كل عضو في المجلس السيادي على أنه بيمثل السودان ومصلحة السودان وشعب السودان دون النظر إلى انتماء آخر. التقطب الحاصل في السودان واللي أدى للأسف إلى اشتباكات وسقوط ضحايا وإطلاق نيران، ده يعني نذير ليس نذير خير، ويجب أن ندرك هذا وألا نهلل لمظهريات
وننظر إلى الواقع الذي نعيش فيه. وأعتقد أن من أهم الأمور التي يجب أن يتنبه لها السودانيين هو إقصاء الأيادي الخارجية والنفوذ الخارجي الذي يلعب على الساحة السودانية. فهذه الأيادي لا تلعب لصالح السودان أو لصالح شعب السودان، ولكنها تلعب لصالح أجندات خارجية تخدم أطراف خارجية. طيب إلى أي مدى هذه الأيادي موجودة فعليا في السودان، وكيف يمكن أن تتدخل لإفساد محاولة المصالحة الحادثة أو الحاصلة حاليا؟ لا، الأيادي موجودة بشكل فج جدا. يعني إذا كان إحنا نظرنا إلى أن سفير المملكة المتحدة كان موجود في ميدان الاعتصام وكان بيؤم المصلين في الميدان، هو بالمناسبة السفير البريطاني في السودان مسلم. فيعني هذا خروج فج على العرف الدبلوماسي وتدخل سافر في شأن خارجي سوداني. وإذا كان السفير البريطاني موجود في الساحة لا تتصور أنه موجود لوحده، يعني موجود طاقم أمن لحمايته وفي جهات أخرى والعديد أيضا من السفراء الغربيين كانوا متواجدين وعلى اتصال وثيق بالأحداث، وكل يحاول أن يدفع بالأحداث إلى الطريق الذي يخدم أجندته. نعم. طيب من بين الاتفاق أيضا وجود طرف محايد يمثل الطرف الثامن، يعني 7 مدنيين و7 عسكريين وطرف من المفترض أنه لا ينتمي إلى أي من الطرفين، لا المعارضة ولا المجلس العسكري. هل ترى أن هذا العنصر متوافر في الوقت الحالي ويمكن أن يلعب دور صمام الأمان، أم أنه نادر الوجود؟ يعني شوفي، هو السودان ثري بأبنائه المخلصين. يعني هناك شخصيات سودانية على درجة عالية من العلم ومن الثقافة ومن الوعي السياسي تستطيع أن تلعب هذا الدور. ولكن هل يتفق الطرفان عليه؟ هي القضية أن هناك أزمة ثقة عميقة، وللأسف هذه الأزمة بتتسع ساعة بعد ساعة ودقيقة بعد دقيقة. يعني كلما الأزمة بتطول، يعني احنا لما بدأت الأزمة كان هناك يعني شبه حوار ودي بين الطرفين، بعد كده ارتفعت نبرة الحوار وابتدى يظهر الخلاف وابتدى يحصل اشتباكات وسقوط ضحايا إلى آخره. فالأزمة الثقة بتتسع ساعة بعد ساعة. فوجود طرف تامن، يعني أنا بعتقد أن دي يعني نوع من الديكور أو نوع من إرضاء الخواطر، ولكن الحل الحقيقي يكمن في كما قلت سابقا أن يتخلى كل عضو في المجلس السيادي عن أي انتماء آخر. أنا أمثل السودان، أنا أمثل الشعب السوداني، أنا أنظر إلى مصلحة السودان، أنا أنظر إلى الخروج للسودان من هذه الأزمة. طيب هل ترى أن هذا قابل للتحقق في الوقت الحالي، أم أن الطرفان يعني من المفترض أن التعاون بين الطرفين يكون دون قيد أو شرط حسب اقتراح الجانب الإثيوبي، أن يجلس الجميع على طاولة المفاوضات دون أن يشترط أحد الجانبين أي شروط على الجانب الآخر؟ هل ترى أن هذا قابل للتحقق بالمعطيات الحالية؟ يعني شوفي، هو إحنا أمامنا سيناريوهات ويجب أن ننظر إلى التاريخ وإلى ما حدث حولنا. هل الإنسان السوداني يريد أن ينتهي أمر السودان إلى ما انتهت إليه سوريا، أو ما انتهت إليه ليبيا، أو ما انتهت إليه اليمن؟ الطريق الوحيد لتجنب هذا المصير هو أن نجلس على مائدة المفاوضات ونطرح مطالبنا ونقبل الرأي الآخر ونفند حتى نصل إلى
حل يرضي جميع الأطراف. دون هذا سينزلق السودان إلى بحيرة من الفوضى ومن الدم، خاصة وإن يعني لما بدأت أزمة سوريا ما كانش فيه أطراف، كان فيه الحكومة وكان فيه ما يسمى في هذا الوقت بالجيش الحر اللي بعد كده تشرزم إلى 500 فصيل. النهاردة السودان منذ سنوات فيها فصائل مسلحة حاملة للسلاح وبتتقاتل. نعم. في دارفور أكثر من فصيل، في الشرق أكثر من فصيل، في الحركة الشعبية فصيل الشمال موجود، في فصائل مسلحة في جبال النوبة، في فصائل مسلحة في كردفان. فإذا يعني انفجر الأمر هيكون وبال كبير على السودان. نعم، أشكرك سيادة السفير محمد الشاذلي سفير مصر الأسبق في السودان، أشكرك لوجودك معنا في هذه التغطية التحليلية. نخرج إلى ونستمع إلى بعض مما قاله بكر فيصل المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان، نعود بعده لمتابعة النقاش. تسلمنا نحن في قوى الحرية والتغيير يوم الخميس أول أمس مسودة اتفاق مقدمة من الوسيط الأثيوبي محمود دورير، وقامت معظم جميع كتل قوى الحرية والتغيير بدراسة هذه المسودة المقترحة من قبل الوسيط، وتوصلنا إلى قبول المقترح المقدم من الوسيط والذي شمل جميع هياكل الفترة الانتقالية، وكذلك طالب بضرورة تهيئة مناخ ملائم ومعافى لتجديد العملية السياسية. كان هذا مقطع من رأي السيد بكر فيصل المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير بالسودان، وتنضم إلينا أيضا لمتابعة النقاش الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن الأفريقي. أستاذة أسماء، يعني سيادة السفير محمد الشاذلي سفير مصر الأسبق في السودان اعتبر أن هذه الخطوة ليست فاعلة بدرجة كبيرة، وما زال الخلاف والشقاق بين الفرقاء السودانيين موجودا، هل تشاركينه الرأي أم أنك ترين فيها بادرة أمل أن يكون هناك مجلس مكون من 7 أعضاء ممثلين للطرفين المعارضة والمجلس العسكري وطرف آخر محايد حسب الاقتراح الإثيوبي؟ نعم، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. بالطبع السودان يعيش هذه الأيام ظروف صعبة ومعقدة للغاية، ما ذكره سعادة السفير محمد الشاذلي سفير مصر الأسبق في السودان هو مخاوف حقيقية تعبر عن الوضع بواقعية. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في الصوت مع الأستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير. تفضلي السيدة أسماء، أنت معنا؟ نعم معكم. تفضلي. حضرتك يعني ما أقدمت عليه قوى الحرية والتغيير من الموافقة على المقترح الوساطة الأثيوبية هو أمر جيد، لكن بالطبع هناك تعقيدات كبيرة. قوى الحرية والتغيير هي قوى تضم العديد من الفصائل والتيارات والحركات والأحزاب، ولكن رغم ذلك استطاعت أن تقدم موقف بإيجابية على المقترح الأثيوبي. والمنتظر الآن أن يكون رد المجلس العسكري هو أيضا يتعامل بذات الإيجابية، لأنه في الواقع كما ذكر سعادة السفير سفير مصر الأسبق في السودان السفير محمد الشاذلي هناك العديد من المصاعب وهناك العديد من المخاطر التي تحيط بالوضع السوداني برمته، وإذا لم يتم تجاوز هذه المرحلة إلى المرحلة الانتقالية ستكون هناك العديد من التعقيدات، وهناك مخاوف أن ينزلق السودان إلى الفوضى أو أن تكون هناك حرب أهلية أو أن يعود النظام القديم.
وبالتالي الأطراف كلها الآن مطالبة بأن تتعامل بجدية مع الوساطة الأثيوبية التي تقدم بعض الأمل في حل للمشكلة القائمة. ما هي التنازلات التي ينبغي أن تقدمها الأطراف في رأيك غير التعامل بجدية؟ نعم بالطبع، أن يقبل بعضها البعض القبول هو البداية للتعاون كشركاء في الفترة القادمة. هناك أيضا مطالب من قوى الحرية والتغيير ومن قطاعات واسعة من الشعب السوداني أن يكون هناك لجنة تحقيق مستقلة وذات مصداقية بشأن ما حدث في فض الاعتصام، وهذا الأمر أعتقد أنه مطلب موضوعي وأن الجميع يجب أن يوافق عليه حتى تكون هناك أسس لشراكة في المرحلة القادمة. طيب أستاذة أسماء، يعني بجانب التدخلات الإثيوبية والتي تبذل جهدا لتقريب وجهات النظر، الجامعة العربية أيضا تحاول أن تمارس نفس الدور، كيف تقيمين دور الجامعة العربية حتى الآن؟ نعم، زيارة السيد أحمد أبو الغيث رئيس الأمين العام للجامعة العربية ووفد الجامعة العربية الذي سبقه إلى الخرطوم هي زيارة إيجابية. بالطبع هناك مآخذ كبيرة من قطاعات واسعة في الشعب السوداني على الجامعة العربية وأنها لا تتحرك تجاه السودان بخطوات كبيرة، وأعتقد أن هذا الأمر يجب أن نعمل على تلافيه، والسودان يحتاج في واقع الأمر إلى مراحل كبيرة من أجل استعادة السلام والاستقرار فيه، وأعتقد أن الجامعة يمكن أن تقدم شيء الكثير للسودان في المرحلة المقبلة، مرحلة إعادة الإعمار، والآن يمكن أن تضم جهودها وتعزز المبادرة الإثيوبية وأن تتضافر كل الجهود العربية والأفريقية من أجل دفع بالسودان في اتجاه الاستقرار، لأنه تركه في وتون الفوضى سيعود بأكبر الضرر ليس على السودانيين وحدهم وإنما على كل دول جوارهم في الوطن العربي وفي القارة الأفريقية أيضا. نعم، أشكرك أستاذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام، وكنت معنا في الملف الأول الذي غطيناه في هذه الفترة التغطية المباشرة، ملف تقريب وجهات النظر بين طرفي الحوار في السودان، المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. نتحول إلى ملفنا الآخر، ملف العالمي، وهو قادة أو إحراز قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان تقدما بشأن مشروع اتفاق للتبادل التجاري الحر الذي اقترحته بكين، ويضم 16 دولة من آسيا والمحيط الهادئ آملين بإتمامه في أواخر عام 2019. وأعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايت شان أوشا اليوم في مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة أن على آسيان العمل يدا بيد في المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتمكن من إتمامه هذا العام، والاتفاق المعروف باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة يشمل جميع الدول العشر في رابطة آسيان إضافة إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، ما يعني أنه سيشمل نصف عدد سكان العالم. نتحول إلى المزيد من المعلومات من خلال هذا التقرير، من بعده نبدأ النقاش في هذا الموضوع. نزاعات المختلفة. Once again, the brightest smiles on your faces. One, two, and three. يبدو أن الاتفاق المعروف باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي تأخذه الصين ويستثني الولايات المتحدة سيصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم يربط نصف عدد سكان الأرض ويكرس هيمنة بكين في التجارة الآسيوية. قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بأسيان المجتمعون في بانكوك أحرزوا تقدما بشأن مشروع اتفاق للتبادل التجاري الحر اقترحته بكين، ويضم 16 دولة من آسيا والمحيط الهادي آملين بإتمامه في أواخر عام 2019. رئيس الوزراء التايلاندي برايت شان أوتشا أعلن خلال مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة أن على آسيان العمل يدا بيد في المفاوضات بشأن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وأضاف أن موجة الحمائية تضر بنظام الرابطة التجاري القائم على التعددية في إشارة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ومن شأن مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الذي أطلق عام 2012 ولم يحصل أي تقدم يذكر بعد إتمامه أن يعزز نفوذ بكين في آسيا. ومن المقرر أن يضم المشروع بالإضافة إلى دول رابطة آسيان والصين، الهند واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا، ما يعني أنه سيشمل نصف عدد سكان العالم وسيكون أكبر اتفاق تجاري في العالم. ويشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة آسيان المقبلة المقررة في نوفمبر في تايلاند، وسيكون مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية أحد أبرز بنود المفاوضات خلالها. وجاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 بالانسحاب من مشروع اتفاق تبادل حر عابر للمحيط الهادي في صالح مشروع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. واستغلت بكين الفرصة لتعيد إطلاق مبادراتها البديلة التي من المقرر خصوصا أن تخفض الحواجز الجمركية في المنطقة وتسهل الاستثمارات في الدول الأقل نموا في التكتل. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ياسر جدلة، أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز البحوث والدراسات الصينية. دكتور ياسر، كيف تقيم هذا الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا اتفاق الشراكة ده يعتبر من الاتفاقات المهمة جدا، لكن هي المشكلة مش في أن يكون هناك اتفاق للشراكة ولا يتم تفعيله، لكن الأهمية هي دايما في الاتفاق، خاصة في مجال التجارة دايما بيكون الأمور الاقتصادية مرتبطة بالناحية السياسية بدرجة كبيرة جدا. فإذا كانت العلاقات في الجانب السياسي أو في السوق السياسي بين الدول أطراف الاتفاق علاقات قوية ومناسبة، ده بيترتب عليه أن الجانب الاقتصادي بيتم ترجمته على أرض الواقع لهذه الاتفاقيات. لكن مش كل الاتفاقيات الشراكة الاقتصادية اللي بتتم بيكون التأثير بتاعها فوري وتأثير بتاعها إيجابي. طبعا اتفاقات الشراكة بتسمح بتوليد ما يعرف باسم التجارة البينية ما بين الدول الأطراف، وده بيساعد على تحريك عجلة الاقتصاد ما بينها، وده بيأثر على أنه نخفض من معدلات الركود الاقتصادي اللي موجودة في العالم متى تم إنفاذ هذه الاتفاقات. لكن احنا بنبص لهذا الاتفاق أو لهذه الاتفاقيات بشكل مختلف، خاصة بعد الحرب التجارية الشرسة اللي موجودة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الحالة دي طبعا الوضع بيكون مختلف إلى حد ما، لأن الجوانب التجارية اللي موجودة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية واشتعال الأمر في الفترة الأخيرة بيؤكد على أن أهمية تفعيل هذا الاتفاق بشكل كبير جدا. ويمكن من خلال قمة الأسيان، وإن كانت كل النتائج السابقة الخاصة بها ما كانتش بيبقى لها تأثير ملحوظ واضح بشكل كبير جدا في الجوانب الاقتصادية على مستوى الدولة، لكن ربما يكون في هذه المرة يكون الوضع مختلف، خاصة مع أخذ هذا الأمر في الاعتبار وهو اشتعال الحرب بين الولايات المتحدة. هل ترى أن هذا كان سببا رئيسيا في إبرام هذا الاتفاق، الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بمعنى أنه هذا الاتفاق يقصد به مواجهة أمريكا وليس فقط الأهداف التنموية الخاصة بآسيا؟ نعم بدرجة كبيرة، يعني نقدر نقول أنه هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الاتفاق هو الوضع المتدهور أو وضع العلاقات التجارية الأمريكية الصينية في الفترة الأخيرة. لكن مش وضعا مش بسبب قمة الأسيان بشكل كبير، لأن قمة الأسيان نتائجها تكاد تكون يعني محدودة، يعني ما هياش بتظهر في الجانب الاقتصادي العالمي بشكل واضح. ولكن ده لازم يخلينا نضع في الاعتبار ان اشتعال هذه الحرب بين الجانب الامريكي والجانب الصيني اثر بشكل كبير جدا برضو على تجاره الدول الاسيان، وبالتالي او تكتل الاسيان، وبالتالي هو هنا لابد يكون من وجود ردود افعال مختلفه لتحسين الاوضاع الاقتصاديه التي تدهورت في تفعيل هذا الاتفاق. يعني في مصالح تجاريه واقتصادية كبيرة ما بين هذه الدول بيخلي المرة دي أنه ممكن يكون الاتفاق يكون له يعني انعكاس إيجابي. لكن برضه لازم نضع في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على خريطة الاقتصاد العالمي، وبرضه بتحاول أنها
تتخذ من الضوابط المختلفة علشان برضو تواجه هذا الحدث. طيب على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تتوقع أن يكون رد الفعل؟ يعني نقدر نقول ان دايما الردود الفعل الخاصه بالرئيس الامريكي تبقى ردود عنيفه شويه، ولازم نكون يعني واضحين ان اقتصاديا الردود اللي اتبعها في التعامل مع الجانب الصيني في الفتره الاخيره، انا شخصيا لم اتوقع ان تزداد هذا الامر بهذا السوء، لكن يعني واضح جدا ان هو بيدير بفكر عقليه تجاريه فيها حروب، يعني قد يكون لها انعكاسات سالبه. هو اثر على فكره على الجانب الاقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه بالسالب، واصاب الضرر البالغ بعدد كبير جدا من المنتجين الامريكان في الولايات المتحده الامريكيه، في الوقت اللي الصين فيها يعني عندها ضبط نفس عالي جدا وعندها خطط بديله كبيره جدا، زي ما شفنا في مشكله مع هواوي كان الوضع انه عندهم بعض الخطط البديل، يعني كانوا عندهم توقعات ان ايه اللي يحصل، بالتاكيد في تاثير سالب، لكن فبالتالي عايز اقول ان 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 ردود الافعال الغير عاديه من الجانب الامريكي تجعل من الصعب ان حد يتوقع، يعني لان هو ما عندوش الجانب الخاص بتهدئه الاوضاع ووضع الجانب، يعني وضع الجانب الاقتصادي داخل الولايات المتحده الامريكيه في المقام الاول، لا هو بيتعامل بمنطق الفعل ورد الفعل، وقد يكون رد الفعل يعني أصعب. لكن عايز أقول أن ردود الأفعال لو استمرت بنفس المنطق اللي تتبعه الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة، أعتقد أن ده هيؤدي إلى مزيد من الانكماش في حجم التجارة العالمية وركود عالمي كبير جدا، والاقتصاد الأمريكي بدل ما هو بيعتقد أنه هيقدر أنه هو يعني يصمد أمام الجانب الصيني لفترة زمنية معينة، أعتقد أنه بالعكس أن الجانب الصيني هو اللي هيقدر أنه هو يصبر، بصرف النظر عن نجاح الاتفاق الشراكة الموجود حاليا بدرجة كبيرة أو لا. يعني عايز أقول أن التوقع هنا صعب جدا في إطار السياسة الأمريكية أو سياسة الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن في العنف في ردود أفعالها. نعم. طب دكتور ياسر، هناك أيضا نقاط خلافية بين هذه الدول متعلقة بالحفاظ على البيئة من جانب أستراليا ونيوزيلندا، مشاكل أخرى متعلقة بالملكية الفكرية التي تخشاها الهند نتيجة إغراق أسواقها بالسلع الصينية. هل تتصور أنه يمكن تجاوز هذه النقاط الخلافية وفقا للمعطيات الحالية؟ هذه إحدى المشاكل التي تواجه هذا التكتل. بالتاكيد احنا يعني عايزين نقول ان هذا الامر مساله وقتيه، يعني لا نستطيع نقول ان هذه المشاكل سوف يتم حلها او ان وجود هذه المشاكل سوف يترتب عليها، لان سواء يعني الهند يعني قبلت او ابت، للاسف في اغراق داخل السوق الهندي من السلع الصينيه وفي اعتداء على حقوق الملكيه الفكريه، اللي هي طبعا يعني الصين عندها تميز في مجال مثلا السوفت وير او في مجال البرمجيات بدرجه كبيره في هذا الشان، لكن لا زالت الصين عندها القدره على الانتاج بتكلفه اقل مما يترتب عليه ان هي بتقدر تغزو هذا السوق، ومش نقدر نقول ان نتيجه وجود هذه المشاكل سوف يعني يؤثر بالسالب على نجاح هذا الاتفاق، لا. وفي نفس الوقت ان برضه مش هنقدر نقول ان المشاكل دي هترتب عليها ان الصين فجأة سوف تردخ وتقوم ب يعني احترام حقوق الملكية الفكرية بدرجة كبيرة، لأننا لازم نكون يعني بنتكلم بشيء من المنطقية إن الإنتاج في الصين اعتمد بدرجة كبيرة جدا، أو الاقتصاد اعتمد على الإنتاج بالتقليد، وبالتالي اللي فيه نوع من الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للدول العالم المختلفة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها إشكالية كبيرة. مش ممكن الصين فجأة سوف تتخلى عن فكر الهندسة العكسية وإنتاج سلع تكنولوجية عالية بس بتكلفة قليلة نتيجة إن هي ما بتصرفش على البحث العلمي والتطوير وإنها بتنتج المكون الفكري اللي فيها مرة واحدة. يعني عايز أقول إن التأثير الخاص بالمشاكل اللي موجودة بين الأطراف ما أعتقدش إن هو هيكون هو المحرك الأساسي في تفعيل هذا الاتفاق أو في فشله، لأن الآثار السالبة إن الجمع عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على دول جنوب شرق آسيا أعلى بكثير من هذه المشكلة، فبالتالي ربما يكون الاتفاق ينجح إلى
إلى حد ما، لكن ستظل هذه المشاكل عالقة بين الأطراف الداخلة في هذا الاتفاق. نعم، أشكرك دكتور ياسر جدلة أستاذ الاقتصاد ورئيس مركز البحوث والدراسات الصينية، شكرا جزيلا لك. نذهب إلى فاصل معلوماتي عن مجموعة رابطة الأسيان، من بعد نتابع الحوار في تغطيتنا. نعود مرة أخرى لمتابعة النقاش، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. دكتور عمرو، هناك بعض القضايا الخلافية بين دول الرابطة، رابطة الأسيان، من بينها مثلا أزمة مسلمي الروهينجا. إلى أي مدى ستسهم هذه الاجتماعات في حل هذه المشكلة في رأيك؟ هي الاجتماعات الأسيان بائسا في الصعوبه من الناحيه السياسيه ومن الناحيه الاقتصاديه. يمكن كلنا نفتكر الاسيان في ال 20 سنه الاخيره او في ال 15 سنه الاخيره، ايش هي الاسيان في الالفيه الثانيه او ما بعد 10 سنوات او 15 سنه او حتى 20 سنه من الالفيه الثالثه. الحقيقه الانقسامات موجوده بشكل كبير في مجموعه الاسيان. الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بتمر بيها المجموعه، طبعا كلنا عارفين جنوب شرق اسيا تعرض لازمه قضيه عصرت تايلاند وماليزيا واندونيسيا وكوريا وامتدت حتى الى اليابان، وكانت الاقتصاديات الحقيقه ناشئه وقويه بشكل كبير. النهارده الخلافات اللي موجوده ما بين الصين وامريكا مؤثره بشكل كبير على اجواء المحادثات، مؤثره بشكل كبير على ترابط الرابطه، مؤثره بشكل كبير على توجهات الرابطه، لان احنا عارفين ان في بعض الدول يعني علاقتها طيبه جدا مع الولايات المتحده، منها على سبيل المثال تايلاند، على سبيل المثال كوريا الجنوبيه. على النقيض بعض الدول زي الصين على سبيل المثال على خلاف كبير مع الولايات المتحده. يمكن من الناحيه السياسيه، وبعدين كمان خلي بالك اندونيسيا اللي هي دوله مسلمه وماليزيا لم يعود لهم نفس القوه اللي كان ليهم في ال 20 سنه الماضيه. نعم. البلدين الاسلاميين الكبار
اللي كنا بنقول عليهم في مساند الاقليات الاسلاميه في جنوب وشرق اسيا زي ما قلت النهارده بيتعرضوا لازمات سياسيه وازمات اقتصاديه. لكن هو الامل ان هذه الرابطه اللي هي البيت الام البيت الكبير في المنطقه انها تتوصل لرؤيه صعب ان دول ومنظمات دوليه زي الولايات المتحده او زي اوروبا اللي هم خارج الدائره انهم يتوصلوا اليها. فالامل ويا حبذا وندعو ربنا ان هذه الدول تجتمع على رؤيه حتى مشتركه لحل هذه المشكله باعتبار انها مشكله بيت وليس مشكله اقليم او مشكله عرق. نعم، طيب هل تتوقع ان تنجح هذه الدول في تجاوز الخلافات فيما بينها لتحقيق الهدف الاكبر وهو التصدي للولايات المتحده الامريكيه؟ شوفي، هو الدول دي الحقيقه دول متصالحه، والديانه الكونفوشيه والجوزيه ثقافه متصالحه بشكل جميل. فهذه الدول ليس بينها خلافات، هي بينها اختلافات في اللغه، لكن ليس بينها خلافات وده لحسن الحظ زي ما للاسف في بعض المناطق الجغرافيه الاخرى في افريقيا والوطن العربي او في بعض المناطق. فهذه المنطقه الحقيقه مترابطه بشكل كبير لانها كلها دول كونفوشيه، كلها بيها نظره واحده وفلسفه واحده ورؤيه واحده، ويمكن يعني تاريخ مترابط في كثير من الاحيان. هذه الدول هتطلع برؤيه واحده، وانا زي ما بقول يعني يمكن زرنا هذه الدول عدد من المرات، هذه الدول متصالحه وفي الغالب بتطلع برؤيه بهدوء شديد. لكن هو المهم مش الرؤيه، المهم هل يكون هناك قرارات قابله للتنفيذ وستنفذ، وهل سيكون هناك يعني يد فعليه تقوم بها هذه الدول في حل مشاكل المنطقه ولا لا، ده اللي هنشوفه في نهايه القمه. نعم، اشكرك دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا. وبهذه الرؤية نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا اليوم لملفين، الملف العربي هو إنشاء هيئة رئاسية تدير المرحلة الانتقالية السودانية، وأيضا الملف العالمي وهو اتفاق تجاري حر دعت إليه الصين يضم 16 دولة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.